بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن الكبريت المكروني. الكبريت المكروني 80% هو عبارة عن جزيئات صغيرة بتقاس بالميكروم، والميكرون دي وحدة قياس صغيرة جدا. حتى البلاستيك بتاع الصوب بنقول 60 ميكرون، بنقول 70، بنقول 120 ميكرون، بنقول 200 ميكرون، يعني المهم انه وحدة صغيرة، وسموه كبريت ميكروني لان الذرات اللي داخلة فيه متناهية الصغر، جزيئات متناهية الصغر. والكبريت الميكروني ده هو بنستخدمه كوقائي من الامراض الكروسية في بداية الاعمار النباتات، اعتقد كلها يعني بنستخدم الكبريت المكروني. تمام. رقم اتنين، بيستخدم الكبريت المكروني برضو رشا على الاوراق. المعدل بتاعه بيكون 2.5 في الالف، بمعنى ان كل 1000 لتر بنحط عليه 2.5 كيلو كبريت مكروني. بيستخدم ايضا كمبيد وقائي وليس علاجي، كمبيد وقائي للامراض الفطرية، زيه زي النحاس بيستخدم كمبيد وقائي للامراض الفطرية. بعض الناس بتقول، واعتقد ان دي معلومة صحيحة جدا، ان احنا بنرشه في وقت الصقيع علشان بيحافظ لنا برضو الى حد ما، او بيمتص الى حد ما اشعة الشمس ويعمل تدفئة للنمو الخضري بتاع النبات. بنستخدم الكبريت المكروني ايضا في تخفيض رقم البي اتش، بمعنى ان انا بحط 2 كيلو وبدوبهم في السمادة كويس جدا جدا، وببدأ أسحبهم أو أسمد بيهم أي نباتات ده من شأنه إن هو يخفض لي البي اتش بتاع التربة. طيب الكبريت المكروني طبعا من مميزاته إن هو كمان رخيص الثمن، يعني الاسعار بتاعته رخيصه جدا، من افضل الكبريت المكروني اللي انا بشوفه، اللي هو بيتصنع في شركه كفر الزيات في مصر. وفي طبعا كبريت مكروني اسباني كمان بيجي، حاجه يعني ولا اروع، ممتاز جدا، بس الاسعار بتاعته بتكون غاليه جدا. في بعض الناس بتعفر بيه والنبات صغير جدا، بس احنا لا نؤيد عمليه التعفير. حذاري 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 يا جماعه، ان حد يستخدم الكبريت المكروني لا في البيوت المحمية اللي فيها احتباس حراري، عايز تستخدمها في البيوت المبردة او وقت الشتاء اهلا وسهلا بيك. هتستخدمه في الحرارة العالية سواء في الحقول المكشوفة او البيوت المحمية، فطبعا ده مشكلة جامدة جدا لانه بيؤدي الى حرق النبات حرقا تاما، بيحرق الاوراق يا جماعة، فنبعد عنه في البيوت المحمية الغير مبردة في الصيف في الحرارة العالية. انا بقوله في الحرارة العالية، او لو حتى هترشه في الصيف يبقى يا اخر النهار او في الصباح الباكر نقدر نرش الكبريت المكروني. غير كده طبعا هيعمل لي مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للحرق بتاع النبات. تمام. بالنسبة للكبريت المكروني فاحنا بنحذر ان هو ما يتخلطش يا جماعة مع اي مركب فيه كالسيوم او اي مركب فيه فسفور او اي مركب فيه احماض امينية، ما بننصحش بيه الخلط اطلاقا بيهم. انا عن نفسي بخلطه مع اكسوكلور النحاس مع الكبريت ده، طبعا بيديني كبريتات نحاس زي ما انتم عارفين، فانا استخدمته اكتر من مرة كده وده عادي جدا، يعني انا عن نفسي بخلطه كده بقى، يعني كبريت المكروني بخلطه مع الاكسوكلور النحاس بيمشي عادي جدا، ما فيش اي مشكل خالص خالص خالص. تمام. ده اللي انا عايز اقوله بالنسبة للكبريت المكروني. فالكبريت المكروني حاجة كويسة جدا، بيحافظ لي على رقم البي اتش بتاع التربة حتى في وسط المحصول ممكن اسمده، بيحافظ لي على كوقائي للاكروسات، كوقائي للامراض الفطرية. الكبريت المكروني بيعمل على تدفئة النبات. الكبريت المكروني بيعتبر كلته فوائد، ومن اكبر الفوائد بتاعته ان هو رخيص الثمن والسعر بتاعه بيكون قليل جدا، فيمكن استخدمه وبكثرة. بتمنى ان احنا نكون استفدنا من قصة الكبريت المكروني ده. هي اول كلمتين اللي احنا قلناهم عليه. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.